صرنا 4 شهور تقريبا وما عم نطبق ولا شيء من المواضيع المفروض تطبق بعد ما صار في بعض الجهات طبقتها تلقائيا، بس ما في اي جهاز بعد عم بينزل يفرض التطبيق، يعني ما عم بيعطوا يعني ضبط لاي شخص عم بيخالف القانون حاليا. فالقانون فورا يعني طلع بجريده رسميه بال3 ايلول يطبق بال3 ايلول، ولكن وين اثر في مراسيم تطبيقيه تتاخر تطلع. هلا المراسيم التطبيقيه طلعت بدستور نافذة فور نشرها بجريده رسميه، ولازم يكون بدها تطلع بجريده رسميه بعد جمعه او جمعتين. مثلا بالسياره عم بتقولي لي حضرتك انت جايه بالسياره كانوا عم يدخنوا، عم تتاذي اكثر لانه الدخان اللي عم تستنشقيه انت ما عم يعني ما عم تتنفسيه بفلتر، وقت عم ياخذها من السياره عم ياخذها عم بفوتها بفلتر قبل ما تفوت على الرواقي. التاثير مرات بيكون اكثر. حيلا شركه خاصة ممنوع التدخين فيها، يعني واحد عم يشتغل ببنك، بشركة تجارية، بمدرسة، بمستشفى، ممنوع التدخين فيهم. حي لو واحد بيطلع بنقل عام، تاكسي، سيرفيس، فان، باص، هؤلاء كلهم ممنوع التدخين فيهم. حي لو مواطن له الحق يوقف حي لو شخص عم يدخن فيهم. المدخن اليوم ما حيلتزم بالقانون بالمؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة أو بالنقل العام، شو المخالفة اللي حياخذها؟ هلا بالمخالفة نحن حددناها الحد الأدنى للأجور، إذا يعني نحن اليوم الحد الأدنى 500,000 هي 100,000، إذا هلا عرفنا إنه يمكن الحد الأدنى يصير 675,000، يعني الحد الأدنى 135,000. ومين حيكون مسؤول عن إعطاء هذا الضبط؟ الضبطة العدلية قلنا مراقبين وزارة الصحة، مراقبين وزارة الاقتصاد حماية المستهلك، مراقبين شرطة سياحية بالدول اللي طبقت قوانين منع التدخين بالأماكن العامة المغلقة، كيف انخفضت الاستشفاء للجلطة القلبية بعد 3 شهور من تطبيق القانون، من 3 شهور ل6 شهور من تطبيق القانون، انخفضت إدخال أو نسبة الجلطة القلبية بالبلد بين 18% و20%. للحد من التدخين وتطبيق القانون لابد من أن أمتنع في البدء من التدخين في مكان عملي، وعليكم بذلك أيضا، وإلا بعد أسبوع من اليوم سيكون لهذه المخالفة ثمن 100,000 ليرة لبنانية أو ما يفوقها.